في هذه المناسبة المجيدة المناسبة العزيزة علينا وعلى قلوبنا، قررت المديرية العامة وكالعادة أن تحتفل بهذه المناسبة، وعليه عملنا كل فيما وسعنا باش تكون في مستوى الحدث، وكان هناك هرم من هرمات الجزائر قدم محاضرة قيمة، وهو السيد الوزير السابق دحو ولد قبلية، أعطانا بعض التوضيحات التي قد لا نعثر عنها في بعض الكتب أو في المحاضرات على مستوى الجامعات، وكان لها صدى كبير بالنسبة لإطارات الجمارك والأسرة الجمركية بمعية حضور السيد الأمين العام لوزارة المالية والسيد رئيس لجنة المالية على مستوى. اليوم كثير من المحللين السياسيين يقول لك الثورة الجزائرية انتصرت في ميدان المعركة، لا ماهوش يعني انتصارات عسكرية ضخمة ضد الجيوش الفرنسية، ولكن من ناحية الصمود والمقاومة والموقف لا يتغير رغم التعذيب رغم الضغوطات من أي نوع. ولكن نفس المحللين السياسيين يقول لك أعظم ثورة نتاع القرن الثاني نتاع الجزء الثاني من القرن العشرين، وهو كفاح الجزائر هو اللي يسمح بتحرير العديد من الدول اللي كانت تحت العبادة والسيطرة نتاع الدول المستعمرة.